اكتب في البوكيت لو علي اكتب بس علي وعزو. انا قلت 100 مره ما اشوفكوش بترقصوا كده. امشوا من قدام يا علي. حبك ايه ايه بزعلي ايه اللي في التلفزيون ده؟ ماله اتحرق؟ يا ريت كان اتحرق، على الاقل ما كناش شفنا المهازل دي. يعني ايه قصدك ايه؟ هيكون قصدي ايه؟ انت ازاي علي تكتب الكلمات الفظيعه دي؟ الكلمات الفظيعه دي عارفه تمنها كام؟ وانا مالي بكام؟ مش مهم. ولادك هيبصوا لك ازاي؟ زمايلك في الجرنان هيقولوا عليك ايه؟ الجيران هيقولوا علينا ايه؟ وكل الناس اللي تعرفه. الله، وانا ارتكبت جريمه؟ ايوه جريمه يا علي، واكبر جريمه ارتكبتها في حق نفسك. نفسي وانا حر فيها. انا بقالي سنين عمال بكتب في الجرنال ده، لا حد عارفني ولا حد بيقرا اساسا، وفي الاخر خدت كام؟ ملاليم. علي بص، انا هعتبر موضوع الاغنيه ده نزوه، ها؟ غلطه وعدت يا حبيبي، ومش عايزك تعمل كده تاني. ما تكتبش الكلام ده تاني يا علي. لا هكتب، انا بكتب دلوقتي اغنيه سيبي رجلي. اسيب رجلك وامسك ايه؟ هتعرفي لما تسمعي الاغنيه.